المشاهدون الكرام، السلام عليكم، وإن شاء الله دائما سالمين وتامين ولامين. ألتقيكم اليوم في برنامج نادي الاعترافات لنلتقي بشخصية فكرية واجتماعية وسياسية معروفة على مستوى الساحة السودانية، الدكتورة لباب الفضل، الناشطة في مجال العمل العام والأستاذة الجامعية. مرحب بك دكتورة لبابة في كرسي نادي الاعترافات. تفضلي. أهلا 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 يا ابننا عادل، أهلا بكم وأهلا بقناة برمان الفضائية، وفرصة طيبة إنه نجيكم في هذا البرنامج ونتداول معكم بعض الأفكار المفيدة. نعم. نأمل ذلك. مرحب بك يا ستي. دارين نبدأ معك بداية خفيفة بترس خفيف على بال ما المكنة بتاعت البرنامج تسخن. يعني اسم لبابة ماذا يعني هذا الاسم لغة وفهما ومغزا؟ يمكن ابننا عادل الاسم عنده شقين من المعنى، لب العقل، لب الشيء أي عقل الشيء، يعني يحمل المعنى العقل. والمعنى البعد الآخر للاسم بعد تاريخي في أسماء إسلامية، والدة خالد بن الوليد لبابة، وزوجة سيدنا العباس أم الفضل لبابة، والحباب بن المنذر أبا لبابة. يمكن يعني ده المعنى لغة وتاريخا. وتاريخا نعم. طيب دكتور لبابة، برضو عاوزين نعرف يعني كم من الأبناء والبنات، ويعني شيء بسيط عن الأسرة الصغيرة. ولله الحمد والشكر أولا وأخيرا، أنا عندي ولدين، ولكن يعني إلى جانب الولدين بعتبر أنه كل أبناء السودان وكل بنات السودان هم أبنائي وبناتي بحكم عاطفة الأمومة الواسعة، يعني لا أحب أن أطيق واسعا يعني. نعم. ولكن في إنتاجي الشخصي عندي ولدين وعندي حفيدين، والثالث في الطريق. نعم. حفيد ولد وبنت، وآخر أولادي طبيب. نعم. دكتورة. ما شاء الله ربنا يحفظهم. الله يبارك. أنا عاوز أسخن شوية خلاص، يعني إحنا خليناك في حالة بتاعت السرخاء كده لمدة دقائق، عايزين نسخن شوية، يعني عايزين نكون صريحين وجريئين لأنه البرنامج يتطلب صراحة وجرأة. أنتم في منزلكم الصغير منقسمون على أنفسكم سياسيا وفكريا. أنت تنتمي إلى مدرسة سياسية الآن، أو على الأقل تتعاطفي مع مدرسة سياسية، وربما الزوج وبعض الأبناء ينتمي إلى مدرسة أخرى. هل هذا الكلام، هل هذا الاتهام صحيح؟ أولا يعني أنا أشكرك على هذا السؤال الهام جدا والمهم، لعلي يعني عبر هذا السؤال أستطيع أن أنقل نموذج يمكن يستفيد منه الآخرين، يستفيد منه المجتمع السوداني، ويستفيد منه أيضا المجتمعات الأخرى وكده يعني. فأنا ولله الحمد هذا السؤال يمكن أخذته في إطار مبدأ وقيمة، وأصبح هذا المبدأ وهذه القيمة أصبحت ثقافة، ثقافة أسرية لأسرتي النبوية، ثقافة سياسية، وثقافة دينية، وثقافة اجتماعية اللي هي ثقافة الحرية واحترام الرأي الآخر. نعم. يعني يمكن أنا أعيش نموذج ما قل ما تجده في السودان، شكل من أشكال الديمقراطية داخل المنزل. نعم، داخل المنزل، يعني نحترم بعضنا احترام عالي جدا، ولا نتناقش في أي، يعني حتى لو تناقشنا نتناقش وفي إطار من المبادئ الدينية، لأننا نحن في البداية متوحدين وليس متفرقين. يعني التنوع في مدرسة، متوحدين في مدرسة. نعم. الله سبحانه وتعالى. لكن التنوع موجود داخل المنزل. التنوع يثري حياتنا. صحيح. التنوع يثري حياتنا. وأحيانا تدخل في نقاشات. نعم. يعني أنا أعلم، أنا أعلم. نعم. إنه الأستاذة لبابة أو الدكتورة لبابة. نعم. يعني تتعاطف مع تيار سياسي بعينه الآن. نعم. والزوج مع تيار آخر. نعم.
دي ما مرات بتخلق شيء من الشد والجذب؟ لا أبداً بصراحة شديدة أبداً والله بصراحة ما في نقاشات حادة أبداً. حياة طيبة جداً جداً وحياة متكاتفة وحياة يعني لأنه نحن في النهاية الأحزاب والانتماء الفكر الضيق الآلية اللي أنت بتحقق بها مبدأك في الحياة هذه ليست قاية في ذاتها. الحزب، التنظيم، الحركة، كل الآليات اللي بتصنعها أنت وتأطر بها أفكارك عشان تشغلك آلية تنزل بها المبادئ والأفكار لأرض الواقع يجب أن لا تكون مصدر خلاف واختلاف ويجب أن لا تكون مصدر بتاع عكننا وهي وسيلة وليست غاية. لكن نحن موحدين من ناحية القاية. صحيح. الدين الإسلامي هو الذي يوحدنا يعني. صحيح. إذن نحن في أول اعتراف نقول إنه في البيت في تيارات سياسية متباينة. نعم. لا 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 لا, لا ولكن هناك أظن لا ما لا أظن لا أظن ذلك. لا تيارات سياسية مدارس مختلفة. ما مدارس مختلفة. مدرسة واحدة مدرسة الحركة الإسلامية مدرسة آه. الإسلام. آه لكن المدرسة الإسلامية نفسها آه. منقسمة على نفسها. لا لا ما منقسمة. أبداً ما منقسمة. أبداً وظيفة الوظائف. الوظائف. الوظيفة. نعم. طيب. فقط. طيب جميل جداً يعني إذن الجزئية دي وفينا حقها. لكن برضو عاوز أمشي من الأسرة الصغيرة للأسرة الكبيرة. نعم. أنتم كأسرة كبيرة من الشمالية من منطقة دنقلة تحديدا معروف تاريخيا أن دنقلة هي مسقط رأس الإمام محمد أحمد المهدي. نعم. ومعروف أنه منطقتكم دي تاريخيا هي منطقة يعني مولية الأنصار وحزب الأمة بدليل أنه شقيقك عبد الحميد الفضل من أبرز السياسيين الناشطين جداً في حزب الأمة الإمام الصادق المهدي وفي كيان الأنصار اللي إمامه أيضاً الإمام الصادق المهدي. يعني التباين ده برضو ما يعني كونه لبابة في أول الإنقاذ قبل ما يكون عندك موقف الآن كنت في 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 التيار الإسلامي الحاكم اللي جل السلطة عام 1989 وشقيقك في التيار الآخر اللي ربما حمل السلاح من خارج السودان لإسقاط النظام الجديد. المسألة دي ما خلقت لكم شيء من الحساسيات والتباينات داخل الأسرة؟ بنفس القدر اللي أجبت فيه على هذا السؤال في إطار أسرة النووية والاتفاقات والتفاهمات في الإطار الإسلامي الواسع نفس الشيء ينطبق على أسرتي الممتدة. يعني أبوي أنصاري وأنا أنصارية وكل أسرتنا أنصارية. نعم. لأنه ده تاريخنا. نعم. وأجدادنا كلهم الآن هم في كرري. نعم. يعني أرواحهم. نعم. في معركة كرري. نعم. فده تاريخ روحي لا يمكن أن ننفصل عنه وجدانيا ولكن لا يمكن أن ننفصل عنه سياسيا. فنحن كل أسرتنا تنتمي إلى الأنصار وإلى أجدادنا وآبائنا. لكن ولكن بنفس القدر اللي أنا يعني تعلمت فيه الحرية واحترام الآخر وقبول الآخر ما طالما الأرضية مشتركة الأرضية الدينية الإسلامية مشتركة أنا شاورت أبويا إن أنا أمشي مثلاً لهذا الاتجاه أو ذاك فكان يقول لي دي مسؤوليتك أمام الله سبحانه وتعالى. دي ما زعل أبداً لي دي مسؤوليتك يا بنتي أمام الله سبحانه وتعالى. نعم. دي اختياري وفعلا مشيت للحركة الإسلامية. ده اختيارك. أما بالنسبة لأخوي أنا عبد الحميد يعني أيوه أنا أحب أخوي جدا وأحترمه جدا وأحترم أكبر أنت ولا انتماءه له أخوي الكبير وأبويا. نعم. في نفس الوقت. نعم. فأنا يعني ما بتتشاكسوا كده مرة؟ لا لا أبدا 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 نهائي نهائي. أنا لما نقولي ماشي اجتماع في حزب الأمة ماشي للإمام أنا بكون فرحانة جدا لأنه بفتكر أبويا أخوي وصل ود أبيه ورحم الله امرئا وصل ود أبيه. صحيح. صحيح. فطالما نحن محافظين على ود أبينا. نعم. في الفكرة وفي التاريخ وفي في الجانب الاجتماعي أنا بفتكر إن نحن ناس مبادئ أهل مبادئ. نعم. نحافظ على. صحيح. مبادئنا يعني. إذن دكتور لبابة وجدانيا وتاريخيا أنت أنصارية. نعم أنصارية ولكن سياسيا جيت ليترون انتميتي للحركة الإسلامية. نعم. هل بايعت الإمام الصادق المهدي بهذا الفهم أو أنت مقتنعة بأنه هو إمام الأنصار؟ أنا أعتقد رأي لا يهم كثير
رأي القاعدة الجماهيرية التي يقودها الصادق المهدي، الإمام الصادق المهدي، هو الرأي الماشي، لأنه رأيي أنا ما يفيد كثير رأي فرد واحد، ده رأي جماهير الأنصار ورأي كوادر حزب الأمة يعني. فأنا ما لا، أنا ما عايزك تزوغي من السؤال، هل أنت مقتنعة بأنه هو الأولى بالإمامة؟ أنا أفتكر الإمام الصادق قيادة فكرية، قيادة أكاديمية، قيادة سياسية، قيادة روحية، أنا أفتكر يعني. وما طالما القاعدة بتاعة الأنصار اختارت ذلك، يجب على كل إنسان أن يحترم رأي الغالبية. وعبد الحميد الفضل الشقيقي كان من الذين لعبوا دورا كبيرا في أن يكون السيد صادق المهدي إماما للأنصار عبر مؤتمر السجاية الكبير المعروف. له أجران من أصابة. نعم، وله نعم. أجر جميل جدا. طيب نحن سخننا شوية بالحتة دي، أنا عايز أخفف معك بسؤال، نطلع شوية لسؤال ذو أو لسؤال ذي طابع اجتماعي. هل تؤمنين بصراحة، أنا عارف إنه دكتور لبابة عنده اهتمامات فكرية أقرب للفتوى، واليومين دي طبعا الفتاوى مالية الدنيا، آخر فتوى طلعت بتقول إنه فتوى فردية هي طبعا وليست عملا مؤسسيا، بتقول إنه من حق الزوجة أن تطالب بالطلاق إذا كان زوجها بيدخن السجائر. رأيك شنو في الفتوى الغريبة دي؟ أسمح لي إنه أنا يعني أحاول أعبر عن نفسي أنا. نعم. يعني على الحاجة اللي أنا أحمل همها. صحيح. يعني إحنا كمسلمين يفترض علينا إنه نفتي في شأن الحرب والسلام أكثر مما نفتي في أمور شخصانية. صحيح. أمور نسبية شخصية. نعم. إحنا نعيش حالة حرب في الغرب، في الشرق، في الجنوب. فمسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى أن نستخدم الدين وحكمة الدين نوقف الحرب. القضايا الكبيرة. القضايا الكبيرة. اسمح لي أن أعبر عن نفسي وعن صحيح. الحاجة اللي أنا مهمة ماني كثير. صحيح. إنه نحن نفتي نوقف الحرب، نصلح ذات البين. صح. ما مفروض يكون بيننا الأولويات، فقه الأولويات. الأولويات، فقه الأولويات، نوقف الحرب بيننا وبين أخواننا وأهلنا في دارفور، في كردفان، في الأنقسنة. نشوف إخوتنا برضو في الدين وفي في 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 القربة، الغربة. صحيح. المكانية. أهل الجنوب. بس رأيك شنو في هذا النوع من الفتاوى؟ رأيك شنو؟ أنا وردتك رأيي زي القدة عليك دي يعني؟ يعني رأيي افترض نهتم بالأولويات. لما تعلق على الكلام اللي طلع في الجانب لا ده. أحسن لي أنا أود أوري أنقل الاهتمام بدل أناغش في نقطة صغيرة، أحسن أنقل الناس نقلة تصور. نعم. نقلة فكرية. نعم. تصورات أفكار. لا بس قضايا المجتمع على القضايا طبعا الكبيرة. قضايا طرحة نفسها موجودة، قضايا انصرافية. أنا بفتكر قضايا انصرافية. طيب يا دكتور لبابة، خلينا من حكاية الرجل، الزوجة اللي تطالب بطلاق زوجها بسبب التدخين، وهي نوع من أنا بعتبره نوع من الترف في الفتاة، قضايا ليست ذات أهمية وليست ذات عمق، ولكن القضية ذات العمق واللي أنا ما هخليك يعني تزوغي منها، هي مسألة تعدد الزوجات. أنا بفتكر أنت إسلامية. أنت نعم. إسلامية دي برضه في إطار الحرية الشخصية. لا نفس الشيء، نفس الشيء. لا يعني ما في إطار الحرية الشخصية، ولكن نعم. الدين نعم. وضع فيها رأي وفيها آيات صريحة واضحة. نعم، الدين لما نزل ينقل الناس من الظلمات إلى النور، لكن الحياة ما واقفة يعني. نحن الآن نعيش مجتمع مدني، إذا كان أنت حياة. إذا كان أنت المجتمع المسلم يستطيع، المجتمع المسلم يستطيع أن يدير حياته ويدير نفسه ويدير أسرته. نعم. يجب عليك أنت أن تفرغ نفسك للقضايا الكبرى القومية الأساسية. دكتور لبابة، بكلمة واحدة، أنت مع التعدد، تعدد الزوجات أم لا؟ بصراحة يعني أنا مع الدين ينزل للمساحة العامة، الدين ينزل للقضايا الأساسية. أنا معها هذا. يعني ممكن أكون محايدة ولا هنا ولا هنا، لكن أطرح نفسي أنا لازم أطرح نفسي. لأنه أنا الآن ما يعني ضميري ما بيسمح لي إني أكل وأشرب وأعيش وأرتاح وأنبسط، ويكون أطفال في الغرب وفي الشرق وفي مناطق ما لاقين يمشوا المدرسة، ما لاقين علاج. يعني المسألة دي ما أرغاني كثير وبعد أكتب فيها يعني. نعم. كثير يعني. نعم، أنا هعتبر نعم. الإجابة، أنا لحيد على السؤال، هعتبر الإجابة بلا، انك انت ما معك. والله انت دي حريتك تاخذها، لا تاخذها. نعم، دي حريتك الشخصيه، لكن انا وريت اهميتي. لانه انا يا اخ يا ابن عادل، انا عايز انقل الناس يا اخواننا ان احنا عندنا قضايا كبيره. احنا في قضايا موت. نعم. في قضايا حرب.
نعم. إهدار موارد بشرية ومالية. الآن كل بيت دخلوا اثنين ثلاثة شهداء أو قتلى أو نازحين أو لاجئين، ليه نحن نغنم ننصرف لقضايا يعني؟ نعم. نعم. ربنا ذاته يحاسبنا إنه الدين ده بتستخدمه كيف؟ نرجع للبعد السياسي في حوارنا، ولو إنه نادي الاعترافات بيناقش قضايا مفتوحة، نعم، وقضايا في مجالات السياسة والفكر والاجتماع وما إلى ذلك. نعم. لكن خلينا نرجع للتراك بتاع الأسئلة ذات الطابع الفكري. نعم. وهي أسئلة محببة جدا إلى نفسك. دكتور اللبابة، منو اللي جندك للحركة الإسلامية؟ كده أرجع إلي لورا، أنت جندتي سنة كم؟ يمكن 1981 تقريبا. 81. منو لما في كده جندك وأغنعك بالاتجاه الإسلامي والحركة الإسلامية؟ أنا يبدو لي إنها هي كانت طبيعة متابعتي لأركان النقاش. أنا كنت بتابع أركان النقاش وبدخل وبناقش، وكنت بقرأ كتب كثيرة، كنت بسمع ندوات كثيرة مفتوحة، ويعني بتغلب من الـ من الـ من الحزب دي للفكرة دي لكده، الفكرة الجمهورية، الفكرة الاشتراكية، العدالة الاجتماعية، الفكرة القومية، وكل الأفكار دي أنا كنت يعني إذا أنت يعني تميتي بعد ما دخلت الجامعة؟ نعم. نعم. قبلها كنت أنصارية ولا شنو؟ لا، ولا مستقلة؟ نعم كنت يعني حتى الآن أنا ممكن أقول أنا قلت لك أنا أنصارية. لا لا، انتماء لا. تنظيمي قبل الجامعة. الانتماء التنظيمي بعد الجامعة، في الجامعة. قبل الجامعة كنت شنو؟ قبل الجامعة لا، مستقلة. مستقلة. ووجدانك أنصاري. نعم. دخلت الجامعة يعني استطلعت القوة السياسية ولقيتي القوة السياسية، أي أيوة، واخترت إن أكون فعالية. أين تكون الفعالية؟ أين تكون الطاقة كوسيلة؟ القناعات كوسيلة. العواطف كوسيلة. نعم. التكامل الفكرة يمكن يكون أكثر أثر علي فكريا، إنه الأفكار تطرح عن المرأة، عن قضايا الدين، الدين يعالج شنو في المجتمع، هي كانت لكتابات كتب دكتور حسن التراب. حسن الكتب التراب. بس الشخص اللي جندك بالاسم منه؟ لا أستطيع أن أقول. طيب منو دفعتك من الشخصيات السياسية المعروفة في الجامعة؟ اللي الآن شخصيات سياسية معروفة. الحسين خوجلي، المحبوب عبد السلام، عبد السليمان عبد التواب، الله يرحمه الهادي الخليفة، عدد كبير من ومن التيارات الأخرى. التيارات الأخرى ياسر عرمان. ياسر عرمان، إحنا عرمان ده حنتكلم عنه شوية، لكن ليس الآن. طيب مواقف كده انت بتتذكرها وانت طالبه في الجامعه، برلومه وبعد ذاك طالبه في الجامعه وكذا، مواقف ما بتنسيها؟ نعم، يعني اكثر المواقف اللي انا يعني اثرت فيي وكنت دائما بحاول اعبر نفسي عن نفسي فيها، اللي هي انا لما كنت استمع لاركان النقاش او نكون معتصمين في داخل الجامعه، ما كنت احس بعداء سافر وجداني سافر للقوى السياسية أبداً. أنا كنت بحترمهم جداً يعني. يعني أنا كنت شايفة نوع من التعصب عند الآخرين، نوع من التعصب للفكرة، نوع من التعصب للتنظيم. لكن أنا كنت بحس إنه أنا أبداً، أنا الفكرة الاشتراكية فكرة داعية للعدالة الاجتماعية، الفكرة القومية داعية إلى أن يكون التصور القومي هو السائد، وهكذا يعني. كنت بحترم الأفكار وبناقشها فكرياً، ما كنت أحمل عداء سافر، لذلك كانت علاقتي علاقة حميمة بكل التيارات السياسية، كل القوى السياسية. بس أحياناً كان عندك كذا لما الحكاية تسخن ويجي موسم الانتخابات، يعني أنا بتذكر كنت بتسخني كذا لدرجة إنه تكشح التراب كده إلا يكون إلا في شكلها؟ لا، إلا يكون في حالة واحدة اللي هي حالة تدخل الشرطة في الجامعة. دخلت الشرطة كثير في الجامعة، وكنا نحن نحاول نصد ليها، كنا بنسهر الليل نعتصم عشان نمنع الشرطة ما تحتل الجامعة، لأن الشرطة كانت عايزة تخش الجامعة تحتل، تمنع الطلاب ما يدخلوا الجامعة. فكنا نقعد 3 يوم 4 يوم جوا الجامعة نحن معتصمين، عشان كده كان الطلاب والطالبات اللي بيتخاذلوا لما نحن دون نطلع الشارع بيتخاذلوا يرجعوا، يمكن يكون فيها نوع من القوة في إنك أنت داير تحفز الناس عشان يقيفوا، عشان ما ينسحبوا، عشان ما يتهربوا، إلا في تدخلات الشرطة يعني. طيب يا دكتور لبابة، أنت الآن في سن وفي عمر يعني نسأل ربنا أن يمد في أيامك أكثر، يعني أنا عايز أسألك أسئلة أيضا أكثر جرأة وصراحة في قضايا مختلفة، ولكن بعد أن نخرج إلى فاصل ثم نعود كي نواصل.